أعزائي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غادي نتكلم على واحد نقطة، واحد الوقفة تكون مهمة في بالنسبة لمجال الرياضة اللي هو تخصنا جميعا، يعني عدم ممارسة الرياضة بشكل يومي أو بشكل يعني دائم هو مشكل في حد ذاته، لأنه ما دخلش في السلوكيات ديالنا جميعا، وخصنا نتوقف معه ونفهمه علاش. يعني عدم الرياضة، كل شيء عارف بأن الرياضة شيء مهم بالنسبة للحياة، وبأنه عندها فوائد سواء صحية أو عقلية إلى آخره. فدائما نقولها في شكل عادات، يعني لو أننا بغينا أي عادة تدخل في السلوك ديالنا خاصة تحسن ثلاثة نقاط مهمة. أولا علاش، يعني علاش غادي ندير هاد العادة، علاش غندخلها في حياتي. ثانيا خصني نفهم كيفاش غادي ندير هاد العادة. ثالثا خصني نلقى فيها المتعة. يعني دائما هاد ثلاثة نقاط مهمين في أي عادة أيا كانت. بالنسبة للمثال ديال اليوم اللي هو الرياضة، يعني غالبا المشكل ما تيكونش فعلاش، لان كل شيء عارف الفوائد الرياضه طبعا، هذه ما فيهاش نقاش، لكن المشكل غالبا تيكون في كيفاش. يعني الانسان تيكون متحمس في الاول وتمشي النادي رياضي الى اخره، تيبذل واحد المجهود، لا غدا شنو تيكون عنده، تيكون عنده طبعا يحس بنفسه منهك. شنو تقول له عقله الباطن؟ الرياضه عذاب. فهو تيدخل، لو انه ادرك، يعني دخل الادراك ديالو ان الرياضه عذاب، هو تيولي يقلب على الموانع اللي غادي تجعلو انه ما يديرش الرياضه. فهنا علاش خصني نخدم مع نفسي ونشوف شنو هو اليوم، ونوقف مع نفسي ونشوف شنو هما المعيقات اللي تجعلني ما ندخلش الرياضه وممارسه الرياضه في السلوك ديالي. ونعرف لو انني عرفت المشكل طبعا غادي نلقى الحل. فالعقل السليم طبعا هو في الجسم السليم، وما تنساوش سلوكك يحدد قدرك.